كل سنة وانتم طيبين. المراهقة ورمضان. المراهقة ورمضان معادلة صعبة قوي. ليه؟ لأن المراهق اللي هو يعتبر من سن 12-13 سنة لحد 21 سنة بيبقى عنده شوية لخفنة. اللخفنة دي بتتسبب في إن هو يتشكك في كل الحاجات اللي حواليه، يتشكك في القيم، يتشكك في الأخلاقيات، يتشكك في الشعائر الدينية، يتشكك حتى في الذات الإلهية. طب الحل؟ أسيبه ما يصومش؟ أسيبه ما يصليش؟ أكيد مش منطقي. أمال إيه المنطقي؟ المنطقي إن إحنا نحاول نربط كل حاجة بتبدو أحياناً لينا إن هي ثوابت ومسلمات نربطها له بحقائق علمية. يعني مثلاً ناخد الصيام. الصيام ليه بنصوم؟ عشان ربنا قال كده. طب ما هو طبيعي إنه عشان ربنا قال كده، بس ربنا قال كده ليه؟ فممكن ناخد مثال على كده، مثلاً إن الكبد بيبدأ ينظف نفسه من السموم وبيبدأ يستريح جداً، فبيبدأ كل الدهون اللي على الكبد تدوب. طيب ايه تاني؟ البنكرياس. البنكرياس من الاجهزة المهمة جدا اللي في الجسم اللي بتنتج الانسولين. نتيجة الصيام بيحصل ان البنكرياس ما بينتجش كميات كبيرة من الانسولين طول اليوم، فبيرتاح وبياخد هدنة تخليه يشتغل بقية السنة. لو اتكلمنا معاه بالشكل ده ممكن يقتنع اكتر بكل العبادات مش بس الصيام. كل سنة وانتم طيبين.